السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، إخواني في الله وأخواتنا في الله، طبعا إحنا الوقت في موقف خطير جدا جدا جدا. إحنا الوقت بنتكلم مع شباب الفيسبوك، وما أدراك ما شباب الفيسبوك. شباب الفيسبوك اللي غيروا أكبر نظام ديكتاتوري في مصر، شباب الفيسبوك اللي الوقت ربنا سبحانه وتعالى يعني رافع سمعة مصر في العالم كله بسبب يعني ثورة 25 يناير اللي هم كانوا شرارتها، أو عايزين نسميها بقى اسم تاني، معجزة 25 يناير. أنا قاعد مع ناس الوقت مش قليلة يا شباب، قاعد مع ناس يعني أنا مؤمن بالطاقة اللي جواها قد إيه، قاعد مع ناس عملت ثورة من أكبر ثورات التاريخ، يمكن أكبر ثورة بعد الثورة الفرنسية في العصر الحديث كله، إن لم يكن بإذن الله سبحانه وتعالى هتبقى أكبر منها كمان إن شاء الله. أنا في البداية برحب بكل أعضاء الصفحة يعني بتاعتنا ديت www.facebook.com/دكتور حازم شومان. يعني في صفحات تانية يعني برضو معمولة ليا من شباب يعني ربنا يبارك فيهم، إيجابي جدا وربنا يوفقهم يا رب. وأنا يعني بقول إن كل الصفحات ديت يعني برضو يعني إخواني وأحبابي وكل حاجة، ولكن أنا الفترة دي بحاول بس إن يبقى فيه يعني صفحة معينة رسمية، وكل الصفحات إن شاء الله كلها تجمع ونبقى كلنا حاجة واحدة بإذن الله، والأدمنز بتوع كل الصفحات يدخلوا معنا أدمنز، ويبقى إيه يعني إن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل حاجة نوصل منها صوتنا للناس. فيسبوك الوقت بقى يعني بقى منبر كبير، وبقى حاجة يعني مهم جدا 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 إن إحنا نتواصل مع الشباب ومع إخواننا وأخواتنا اللي فيها. أنا بشكر برضو الأدمنز بتوع الصفحة بتاعتنا هنا هوت، بشكرهم على المجهود اللي قدموه من أول ما بدأت الصفحة. بشكر يعني إخواننا وأخواتنا اللي كانوا عاملين صفحة عودة الدكتور حازم شومان إلى قناة الرحمة، كانت لفتة جميلة ولفتة فيها وفاء ولفتة فيها تواصل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي يسيركم، ما حدش عارف يا جماعة احنا امبارح كنا فين والنهاردة فين وبكرة فين وبعده فين. احنا بتوع دعوة الى الله، بتوع دعوة الى الله، يعني مركب الدعوة ركبنا وبنرسى كل يوم على السفينة وبنقول على 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 شط وبنقول رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. احنا بنشكر جميع اعضاء هذه الصفحة من اخواننا واخواتنا، ربنا يبارك فيكم جميعا. بنشكر برضو صفحات مهمة قوي 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 يعني رفعت راسنا ويعني ايه يعني ردت علينا في الايام اللي فاتت ديت. انا سلفي وما بعضش، انا سلف ومش هخطف حد النهارده، منتقبه معقده لا، يعني الصفحات ديت كلها وصفحات تانية جميله بصراحه ودمها خفيف. وان شاء الله يعني باذن الله سبحانه وتعالى حلقه قناه الرحمه اللي جايه غالبا ان شاء الله تبقى سلفوبيا باذن الله سبحانه وتعالى. احترس انا سلفي او احترس انه سلفي، يعني عشان يا اخوان ان طلع علينا اشعه الوقت ان احنا اللي كسرنا من خرب الهول، فكل واحد بقى اللي مخبي من خرب الهول يطلعها، لان الموضوع دلوقتي بقى بيخص الحضاره الانسانيه والتراث الإنساني. يعني الموضوع ما عادش بيتعلق بفرد، ده بيتعلق بأبو الهول. فإحنا طبعا بنقدم اعتذار لأبو الهول، أحسن إيه أحسن حد يزعل ولا حاجة. يعني إخواني في الله، وإحنا في بداية يعني تواصلنا مع بعض من خلال الفيسبوك ومن خلال الصفحة ديت، يعني في استفسارات كتير بتيجي، في ناس بتقول يعني بنحبك في الله، أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يعني أنا بحبكم يا إخواني قبل ما تحبوني، ويعني يعلم الله سبحانه وتعالى يعني الدعاء بيضحوا قد إيه عشان الدين يوصل للشباب، ربنا وحده اللي يعلم. بيجوا على يعني يعني حاجات أساسية في حياته قد إيه عشان الدين يوصل للشباب. أنا أخوك وحبيبك، أنا أخوكي، أنا مش جاي إن أنا أجلدك، أنا جاي إن أنا أحضنك وأقول لك أنت ليك أخ، نفسه إنك تبقى أنجح إنسان في الدنيا وفي الآخرة، نفسه إنك تبقى أنجح إنسان وأسعد إنسان في الدنيا وفي الآخرة. إحنا يا جماعة بندعو إلى الله، مش جاي أحطك في اختيار ما بين ربنا وما بين مشاعرك، ما بين الدين وما بين إنك تبقى إنسان نفسك تحب وتتحب. أنا نفسي إنك تعيش أسعد إنسان في الدنيا وتبقى أفرح إنسان بشربك من إيد النبي عليه الصلاة والسلام.
والسلام على الحوض، احنا يا جماعة عايزين نبقى انجح ناس دنيا ودين، لازم نبقى انجح ناس في الدنيا وفي الدين. الشباب اللي بيسألوا على يعني قضية فلسطين والانتفاضة الفلسطينية يوم 10/4، وهل نعمل فعلا يعني شيء من ضروب الاعتصام او المقاطعة بسبب ان بيتقال لنا الوقت ان يعني الصفحة بتاعتنا اتلغت؟ طبعا يا جماعة احنا بنتضامن مع اي مجهود بيبذل من اجل عودة المسجد الاقصى، وبنقول ان يعني اي مجهود على اي مستوى مشروع لهذه الامة اللي اطفالها ضرب بقنابل الفسفور، ضرب بقنابل الفسفور في غزة، واحنا شفنا انتقام ربنا من رئيس مصر اللي سكت على ضرب اطفال غزة بالفسفور، واللي سكت على ذبحهم وعلى ضربهم بالطيارات امام سكوت العالم كله، شفنا انتقام ربنا منه لما عمل الحاجز بالخرسانة والحديد المسلح عشان ما يوصلهمش اي رحمة من رحمات البشر، شفنا في النهاية ربنا عمل فيه ايه. ما تستبعدوش ان ده انتقاما بسبب ده، ما تستبعدوش ان ده انتقاما بسبب ده يا جماعة. ما ينفعش ان احنا نسكت، سكوتنا ده ضد دين ربنا، لازم نتكلم، لازم ننصر اخواننا بكل ما نستطيع من قوة ومن طاقة، كل واحد ينصر اخوانه بكل ما يستطيع. مسألة الاستفسار برضو عن التواجد على الصفحة، انا اخواننا عملت الصفحة دي مش عاملها ديكور، مش عامل الصفحة دي عشان يبقى دكتور حازم شوبان له صفحة على الفيسبوك، لا نهائيا، انا عامل الصفحة دي عشان فعليا احط ايدي في ايديكم، عشان فعليا يبقى لينا دور إيجابي في إنقاذ شباب مصر وإنقاذ بنات مصر وإنقاذ شباب المسلمين وإنقاذ أي حد نقدر إن احنا نوصل له رسالة الدين في الدنيا كلها. الصفحة دي صفحة حقيقية، أنا ناوي بإذن الله سبحانه وتعالى إن أنا أتواصل معاكم وإن أنا أدي ليها دروس خاصة بيها وإن أنا يبقى ليا فعلا تواجد حقيقي عليها، بل إن يبقى في أوقات معينة وإن كانت هتبقى قليلة إلا إن ده المتاح بالنسبة لي، لأن ممكن في اليوم الواحد يبقى عندنا 4 ندوات من جامعة الكلية لمؤتمر لندوة لنادي يعني. فإخواني احنا الوقت الفترة فعليا ربنا يعلم الازدحام اللي فيها، ولكن انا هحرص ان شاء الله ان يبقى فيه وقت ارد فيه عليكم حتى هاتفيا بإذن الله سبحانه وتعالى، بل انا بفكر ان يبقى فيه فرص ان احنا نلتقي فعليا على ارض الواقع، ولكن يعني ربنا يسر ان شاء الله. بالنسبة لمواعيد الندوات واللقاءات هتلاقوها موجودة عندكم على الصفحة بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لل يعني موضوع الايميلات اللي بيوصل، الايميلات بتوصل يا اخواني ان شاء الله، ويعني ان شاء الله باذن الله يعني هيرد عليها. بالنسبه للاستفسارات برضو باذن الله هتوصل باذن الله سبحانه وتعالى وهيرد عليها يعني قدر الوسع باذن الله سبحانه وتعالى. ارقام الموبايلات عندكم، ارقام افتح لقلبك، ارقام التواصل كلها باذن الله موجوده على الصفحه. يعني انا الكلمه البسيطه ديت بقول لكم انا يعني المفروض ان احنا فرحانين ببعض، والمفروض ان احنا يعني كلنا ايد واحده وكلنا حاجه واحده، مش عايزين بقى الايه موضوع بقى نعم وموضوع لا وقالوا وقلنا وعملنا. يا اخوانا احنا عايزين نسمع بعض، عايزين نمد جسور حقيقيه ما بيننا وبين بعض. الصفحه دي انا عاملها اساسا من اهدافها مد جسور مع اي حد عايز نتواصل مع بعض، مع شباب من شباب الثوره، مع شباب، مع اي حد من اي اتجاه يريد ان هو فعلا يعني نقعد ونتواصل ونشوف احنا ممكن نخدم ديننا بايه، لان انا عارف ان كلنا مسلمين، كلنا مؤمنين، كلنا موحدين بالله، كلنا مع شرع ربنا. ممكن يكون في حد خايف مش فاهم يعني طب شرع ربنا يطبق ازاي، طب تساؤلات، ولكن في النهاية يعني احنا كلنا مؤمنين وموحدين بالله وعايزين يعني نزق بلدنا لقدام، وعايزين ربنا سبحانه وتعالى يجعل دين الاسلام ده اعز دين في الارض كلها. يعني انا اخواني يعني من هذا المنبر الهم جدا منبر الفيسبوك يعني بدعوكم جميعا باذن الله سبحانه وتعالى ان كل واحد منكم يبقى انسان ايجابي. انا مش عايزك تدخل وخلاص، تدخل لانك بتصحى من النوم بتدخل على الفيسبوك وخلاص، وهي تصحى تدخل على الفيسبوك، لا انا عايزك تدخل ويبقى ليك راي ويبقى ليك تعليق على كل حاجه بتقراها وبتسمعها، وتعلق وتدي رايك وتنصر دينك، ويبقى ليك موقف حقيقي عملي، موقف عملي. الكلمة منك غير الكلمة مني، الكلمة مني لما أنا بقولها خلاص واحد داعية وبيتكلم في الدين طبيعي، إنما الكلمة منك أنت والكلمة منك أنت لا، ده الشباب، ده نبض الشباب، ده نبض الشباب اللي أنتوا منسوب ليكوا الثورة يا شباب، أنتوا اللي منسوب ليكوا الثورة، وأنتوا اللي بسببكم قيادات العالم قالوا الشعب المصري أعظم شعب في التاريخ، وقالوا إن الثورة دي تدرس في المدارس، وقالوا إن عمرنا ما شفنا شعب بيقوم بثورة وبيكنس الشوارع بعدها،
وقالوا كنت انتوا السبب، الثورة دي منسوبة ليكم ولازم تحافظوا عليها، لازم ننتقل من إنجاز لإنجاز، لازم بإذن الله، لازم بإذن الله سبحانه وتعالى نحط إيدنا في إيد بعض كلنا، لأن محدش هيقدر يشيلها لوحده. الثورة في خطر، وأنا النهاردة فعليا كنت بدأ يعني أحضر كلمة لي يعني كل شاب شارك في الثورة، الثورة في خطر يا جماعة، ريحة الفساد بدأت تطلع تاني، الثورة بتموت يا أخوانا، ولازم ناخد بالنا من هذا الأمر. طب وانت يعني بتكلم عن الثورة؟ أنا بتكلم عن الثورة لأن احنا كلنا نفسنا أن البلد دي تحكم بالحرية، كلنا نفسنا أن البلد دي تحكم بالعدالة، نفسنا كلنا أن البلد دي يبقى فيها مساواة، نفسنا منظر الضابط اللي قاعد حاطط رجل على رجل ولابس نظارة شمس تحت شمسية على الطريق ومخبر جاي يقولك انزل كلم الباشا، عايزين المنظر ده يتشال. منظر اللي حاطط نسر بدل رقم العربية ومفيم الإزاز وماشي، يعني لو قتل واحد نروح نحاسب النسر بقى إن شاء الله، المنظر ده عايزينه يتشال. منظر استاذ جامعه عايز ابنه يبقى مكانه، منظر عميد كليه عايز ابنه يبقى مكانه، منظر رئيس دوله عايز ابنه يبقى مكانه، منظر مستشار في محكمه عايز ابنه يبقى مكانه، منظر كل واحد في البلد عايز ابنه يبقى مكانه. كلنا عايزين المناظر دي تتشال، كلنا عايزين المناظر دي تتلغى، كلنا دم الشباب كان ثمن الحريه اللي احنا فيها الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نواصل الثوره دي، ما ينفعش تموت يا جماعه، الثوره دي ما ينفعش تموت، الثوره دي مصيبه على كل واحد عايش على ارض مصر ان هي تموت. الثورة دي كانت هدية من ربنا لينا، عايزين نحافظ عليها، كان باب نور ربنا فتحه لنا واحنا في قمة الظلمة، عايزين ما تضعش من ايدينا، كان باب رحمة ربنا رزقه لنا واحنا ما كانش لأي حد مننا ايه، ما في رأيه ولا في قيمته، اللي يترمى في المعتقل يترمى، واللي يقتل من التعذيب يقتل، وفي النهاية محدش له قيمة في البلد دي. البلد دي رجعت بلدنا، رجعت بتاعتنا، رجعت لينا كلمة فيها، لينا رأي فيها، لينا دور حقيقي في تنميتها وفي زقها لقدام. عايزين يا شباب لكم دور كبير معانا. أنا بدعو يعني من خلال هذه الصفحة، الصفحة دي معمولة عشان كلنا نتوب لربنا، نتوب لربنا. أنت فكرك التوبة دي واجبة على واحد وواحد؟ لا، واحد التزم يقول لك ما توبش، واحدة اتحجبت. لا يا شباب، التوبة كانت واجبة على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، التوبة دي واجبة علينا كلنا، كلنا نتوب، كلنا نرجع لربنا، كلنا نبقى إيد واحدة، إن الأمة دي تطلع لفوق وإن الوطن ده يطلع لفوق. البلد دي إحنا جيران فيها، مسلمين ونصارى جيران فيها، بقالنا 1400 سنة جيران، جيرة طويلة طويلة ممتدة. مش عايزين حد يفرق البلد دي، مش عايزين حد يفرق ما بين مسلم قال نعم ومسلم قال لا، مش عايزين حد يفرق ما بين أي ما بين سلفي وإخوان، مش عايزين واحد يقول لك هم مين السلفيين دول بقى، مين السلفيين، انتوا السلفيين، احنا الشر بره وبعيد يا أخي، احنا السلفيين ازاي؟ هو انت حبيب قلبي بتقف طلطم في يوم عاشوره وتقول يا حسين؟ لا، بتقف حبيبي حوالين البدا وتلف وتقول يا اشفي لي ابني؟ لا، انت مش عايز توصل للجنة ورا النبي؟ انت السلفي حبيب قلبي، انت السلفي. مفيش حد في الدنيا ما هو السلفي، مفيش حد نجح في الدنيا ما هو السلفي، لا يوجد نجاح الا بالسلفية. ازاي الكلام ده؟ اللي مش سلفي ده يعني ده، طب انت بتقول الكلام ده ازاي؟ هو ينفع الطب من غير باستير وويليام هارفي؟ ما ينفعش طبعا، ده دول السلف بتوع الطب اللي الوقت التقدمات كلها بتوع نوبل على القواعد اللي حطوها، يبقى كل الدكاترة الناجحين سلفيين. طيب ينفع الفيزياء من غير اينشتاين ومن غير نيوتن؟ يا نهار ابيض، كان دكتور ويل يعرف ان هو يعمل فيمتو سكند؟ كان لا يمكن. يبقى من غير السلف اللي عملوا المناهج لينا هنقدر ان احنا ننجح؟ كذلك اذا كان ده في الدنيا، ليه ده مش في الدين؟ اشمعنى مش في الدين الكلام ده؟ احنا كلنا سلفيين لان احنا كلنا عايزين ننجح، ولان احنا كلنا عايزين نطلع لقدام، ولان احنا كلنا عايزين ناخد خبره الاجيال الناجحه، الاجيال اللي فعلا يعني كانت انجح اجيال في هذا الدين، وان احنا يعني نقدر ننصر ديننا ونقدر ان احنا ديننا ووطننا وامتنا كلها تطلع لقدام. انا طولت عليكم يا شباب، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا ينزل الهداية على قلوبنا وقلوبكم جميعا، وربنا يستخدمنا من جند المخلصين، ويستخدمنا لنصر دينه في الأرض، ويستعملنا ولا يستبدلنا. أنا بدعو كل شاب وكل فتاة، وما فيش حاجة يا جماعة الوقت اسمها أصلا أنا التزمت أصلا أنا ما التزمتش أصلا أنا، احنا كلنا بإذن الله محتاجين ان احنا نتوب لربنا ونفتح صفحة جديدة كده مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم يا شباب، ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا ان شاء الله زي ما ثورة اصلاح الدنيا خرجت من الفيسبوك، ثورة اصلاح الدين، ثورة اقامة الدين، ثورة تحرير فلسطين، ثورة انقاذ اخواننا في غزة، ثورة انقاذ غير المسلمين من النار بدعوتهم للاسلام، ثورة
دعوة كل الفتيات للحجاب ودعوة كل الشباب للصلاة ودعوة الأمة كلها للهداية والتوبة. الثورة الدينية دي لازم تخرج برضو من الفيسبوك إن شاء الله. عشان كده حرصنا على صفحة الفيسبوك, وعشان كده فريق الصفحة كله يعني جاي عشان يخدمكم وعشان يتواصل معاكم. وأي حد عايز يتواصل معنا الصفحة موجودة. ربنا يبارك فيكم يا شباب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وجزاكم الله خير.